بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة رنا فهمي بشرح لكم كورس البيولوجي. النهاردة هنتكلم عن خصائص الكائنات الحية، characteristics of living things. طيب، علم البيولوجي ده بيتعامل مع سؤال مهم قوي، وهو ازاي اعرف الكائن ده حي او غير حي، الاورجانيزم ده living ولا non living. في شوية خصائص كده بتميز لي الكائن الحي عن الغير حي، يعني لو موجودة هعتبر الكائن ده حي، هعتبره living organism أو living thing. طيب ايه هما شوية الخصائص دول؟ أول حاجة order، بعد كده reproduction، growth and development، energy processing، response to the environment، regulation، وفي الاخر evolutionary adaptation. لو الكائن بيتوفر فيه السبع خصائص دول، السبع characteristics دول، هعتبره living organism. طيب تعالوا نشوف اول خاصية من خصائص living things، وهي الاوردر. الاوردر معناه ايه؟ معناه انه كل اورجانيزم، كل الكائنات الحيه بتبقى بنقول عليها highly organized، يعني منظمه جدا. الكائنات الحيه دي يا اما بتبقى single cell، بيبقى عباره عن سل واحده، او multiple cells، او complex، او multi cellular organisms، يعني في اكتر من سل. طيب يبقى بنقول انه الاورجانيزمز are highly organized coordinated structures، بتتكون من one or more cells. طيب حتى ال organisms البسيطة جدا اللي هي بتتكون من سل واحدة اعتبرها كائن معقد جدا برضو، still كائن معقد برغم ان هو متكون من خلية واحدة بس. ليه؟ لان كل او داخل جوه كل خلية او كل سل بلاقي فيه atoms، والatoms دي بتمسك مع بعضها تكون لي مولكيول، المولكيولز دي كلها هتتحول لتكون لي سيل اورجانيلز، الاورجانيلز اللي جوه السيلز، وتكون لي في الاخر الكائن الحي ده حتى لو هو متكون من سيل واحده بس. طيب وفي المالتي سيلولر اورجانيزمز اللي هي بتتكون من اكتر من خليه، السيلز كل سيل بتتجمع مع اللي جنبها وتديني التشو، والتشو دي مع التشو غيرها تكون لي الأورجن اللي هي البادي ستراكتشرز اللي بتديني فانكشن معينة، يعني سل مع سل مع سل تديني تيشو، تيشو مع تيشو مع تيشو تديني الأورجن أو العضو الإنسان اللي هو بيديني فانكشن معينة أو وظيفة معينة. والأورجنز مع بعض، كل أورجن مع اللي جنبه مع بعض هسميه الأورجن سيستم، ويديني الفانكشن بتاعتي. أوكي، يبقى organisms are highly organized coordinated structures that consist of one or more cells. Even very simple single-celled organisms are remarkably complex، زي ما قلنا علشان كل سل makes up atoms، والatoms بتتكون molecules، والmolecules دي بتعملي الorganelles ويديني الfunction في الآخر. طيب تاني خاصية من خصائص الـ living things هي الـ reproduction اللي هي التكاثر. طيب احنا بنقول انه الـ single celled organisms اللي هي الـ organism اللي بتتكون من سل واحدة بس بيحصل لها reproduction ازاي او بتتكاثر ازاي؟ بان هي الاول بتعمل duplication للـ DNA بتاعها، بيحصل انقسام للمكون الـ DNA بتاعها، بعد كده بيحصل divide للـ DNA ده بالتساوي على السيلز، وبعد كده تبتدي السيل يحصل لها انقسام into two new cells. طيب بالنسبة للمالتي سيلولر اورجانيزمز اللي هي بتتكون، الكائنات اللي بتتكون من اكتر من خلية واحدة، دي بيحصل لها تكاثر ازاي؟ يعني بطريقة كده معينة هنتكلم عليها في الشابترز اللي جاية، بتبقى اسمها specialized reproductive germline cells،
ومنها بتطلع النيو انديفيديوال بعد عملية الريبرودكشن. طيب لما عملية الريبرودكشن او التكاثر دي بتحصل، في حاجة معينة اسمها جينز. الجين دي اللي هي بتمثل الطباع الوراثية للبني آدم. بيحصل ايه؟ انه الجينز دي بتتكون من مكون الدي ان ايه بتاع الانسان. طيب الجينز دي وقت عملية التكاثر بتنتقل من اورجانيزم، الاورجانيزم ده لاولاده، للاوف سبرينجز بتاعته عن طريق الجينز. يبقى الدي ان ايه بيبقى متشال على الجينات دي، وقت ما بيحصل عملية التكاثر الجينات دي بتنتقل من البيرنت، من الاورجانيزم نفسه، للاوف سبرينج بتوعه او للولاد بتوعه. طيب الجينز دي فايدتها ايه؟ الجينات دي ان هي بتأكد لي على معلومة انه الاوف سبرينجز دول او الاطفال دول بينتموا لنفس الفصيلة او للسيم سبيشيز، وليهم نفس الصفات ونفس الكاركترستكس. يعني مثلا حجمهم واحد، الشيب بتاعهم واحد، لونهم واحد، كل ده تمام. يبقى when reproduction occurs, genes containing DNA are passed along to an organism's offspring. These genes ensure that the offspring will belong to the same species and will have similar characteristics such as size and shape. الخاصية اللي بعد كده هي growth and development. طيب امتى اقول على الاورجانيزم ده ان هو living thing؟ لو هو بيحصل له growth and development. يعني ايه؟ يعني الكائن الحي ده بيحصل له ان هو بيكبر وبيحصل له تطور عن طريق انه بيتبع شوية تعليمات. التعليمات دي بتبقى موجودة على الجينز بتاعته. طيب الجينز دي بيكون عليها شوية instructions هي اللي بتوجه العملية السيلولر جروث بتاعت البني آدم ده والديفلوبمنت والتطور بتاعه. طيب ده بيضمن لي ايه؟ بيضمن لي ان السبيشيس او الاوف سبرينج بتوع البيرنت ده يطلعوا شايلين نفس الخصائص بتاعت البيرنت بتاعه. يعني مثلا في ليهم طول معين، في ليهم لون معين او شكل معين. الجينز دي والكودز اللي موجودة عليها هي اللي بتضمن لي العملية دي ان هي تحصل. يبقى the organisms grow and develop following specific instructions coded by their genes. بعد كده نيجي لخاصية ال energy processing. ايه ال energy processing؟ هي عبارة عن ايه؟ بنقول انه الكائن ده كائن حي، لو استخدم الانرجي علشان يقوم بالاكتيفيتيز بتاعته او الميتابوليك اكتيفيتيز بتاعته. طيب يبقى كل الاورجانيزمز بتستخدم لازم انرجي ايا كان مصدرها ايه، ايا كان السورس اوف انرجي ده ايه، علشان تقوم بالميتابوليك اكتيفيتيز بتاعتها. يعني مثلا البلانتس دي نوع من انواع الليفنج اورجانيزمز، بتستخدم انرجي جايه من الصن اللي هي اللايت انرجي، وتحولها لكيميكال انرجي زي اللي هي البروسيس بتاعه الفوتوسينثيسيس. طيب غير كده احنا الهيومنز بيعملوا حاجه اسمها السيلولر ريسبيريشن، هنتكلم عنها ليتر اون. طيب بيستخدموا انهي نوع من الانرجي؟ الهيومنز بيستخدموا كيميكال انرجي اللي جوه الاكل بتاعهم علشان يعملوا البروسيس الميتابوليك بروسيس اللي هي السيلولر ريسبيريشن. يبقى بالنسبة للانرجي بروسيسنج بيقول ان all the organisms use a source of energy for their metabolic activities. Some organisms زي plants capture energy from the sun اللي هي light energy and convert it into chemical energy in food اللي هي photosynthesis process. Others اللي هما humans use chemical energy in molecules they take in as food ويعملوا بيها cellular respiration process. The next characteristic هي ال sensitivity أو response to stimuli أو response to the environment.
بريفلي كده معناها ايه؟ انه الكائن ده اعتبره living organism او كائن حي لو بيتفاعل مع ال stimuli اللي حواليه، اوكي، او الحاجة الخطر اللي قدامه يحاول يتفاداه كده، زي الاكزامبلز بتاعت ايه مثلا. مثلا هو بيقول انه يعني كل الاورجانيزمز بتتفاعل، المفروض لو هي living organism هتتفاعل مع ال environment اللي هي محطوطة فيها، طبعا باختلافات كتير. يعني مثلا النباتات، مثلا plants، ممكن لو هي محتاجة light هتلاقيها تميل ناحية اللايت أو تعمل bending towards the source of light. ساعات مثلا البكتيريا، حتى التايني بكتيريا دي ممكن يعني to move toward أو away من الكيميكلز، لو هي محتاجاها هتلاقيها رايحة ناحيتها، لو لأ هتعمل stimuli وهتتفاعل معاها وتبعد عنها. فعموما أي movement toward the stimulus هسميه positive response، ولو الكائن ده بيعمل movement away من ال stimulus هسميه ايه؟ او هعتبره ده نوع من انواع ال negative response، بس still response. But the organisms respond to diverse stimuli على حسب لو هو plant، لو هو animal، لو هو human. Okay. الخاصية اللي بعد كده هي ال regulation. في تحت عنوان الريجوليشن في عنوان مهم قوي اسمه هوميوستاسيس. طيب ايه هو الهوميوستاسيس؟ طيب بنقول انه علشان الكائن الحي ده او الاعضاء بتاعته تعمل وظيفتها مظبوط او to function properly، السيلز دي لازم تبقى عندها ظروف مناسبة تشتغل فيها او تعمل functioning فيها. زي ايه؟ زي لازم يكون في proper temperature، temperature مناسبة لأعضاء الجسم والخلايا إن هي تشتغل مظبوط. ال pH لازم تكون مظبوطة، يبقى في appropriate concentration لل chemicals جوه جسم البني آدم. طيب ال conditions دي أكيد بيحصل لها تغير من وقت للتاني، ما فيش مشكلة، بس في حدود معينة. يعني الكائنات الحية عندها القابلية إن هي تنظم ال internal conditions بتاعتها في رينج معين. مين اللي بيساعدها على كده؟ هي عملية ال homeostasis دي، أو اللي هي ال steady state condition. يعني ايه homeostasis؟ هي باختصار هي القابلية بتاعت ال organism ان هو يثبت على internal conditions معينة بيقدر يفانكشن فيها properly. يعني مثال، مثلا في organisms مثلا بتحتاج ان هي تظبط البادي تمبرتشر بتاعتها، تعمل لها ريجوليشن، والبروسيس دي اسمها ثيرمو ريجوليشن، انه الكائن الحي يحاول يتكيف على درجه الحراره اللي هو فيه. ده نوع من انواع الهوميوستاسيس والتكيف، اسمها الثيرمو ريجوليشن. يعني في كائنات حيه بتعيش في المناطق البارده زي البولر بير مثلا. البولر بير دي عندها بادي ستراكشرز بتساعدهم على ان هي يستحملوا التمبرتشرز القليلة دي وتحتفظ بدرجة الحرارة على قد ما تقدر. تمام. برضو في structures زي الفير والفيدرز والفاتس والحاجات دي، برضو بتعتبر type من انواع او نوع من انواع الانسيوليشن من البرد. طيب في الاجواء بقى الحارة اللي هي الهوت كلايمتس، في كائنات عندها methods كده بتساعدهم على ان هي تتخلص من البادي هيت بتاعتهم. اوكي. زي حاجة اسمها البرسبيريشن في الهيومنز والدوجز، والبانتينج ان ذا دوجز بنسميها كده. اوكي. ده بيساعد الكائنات دي ان هي تتخلص من درجة الحرارة العالية، ودي نوع من انواع برضو الايه الهوميوستاسيس. فاحنا بنقول انه even believing the smallest organisms are complex and require multiple regulatory mechanisms to coordinate internal functions, respond to stimuli, and cope with the environmental stress عن طريق عملية الهوميوستاسيس دي. آخر characteristic من characteristics of living things هي الـ evolutionary adaptation.
طيب الـ evolutionary adaptation يعني ايه؟ يعني انه الـ organism ده يعرف يعيش في الـ environment دي، او ما يحصلوش ايه انقراض، ما يحصلوش extinction. ازاي يفضل مكمل وما يحصلوش انقراض؟ انه يطور من نفسه، يحصل له evolution، يطور الـ organism ده، يطور من نفسه بحيث يقدر يعيش، يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يدافع عن نفسه. كل دي تندرج تحت الادابتيشن او الايفولوشنري ادابتيشن. يعني زي ايه مثلا؟ زي كده الزرافة، الجيراف طورت من نفسها وخلت النك بتاعتها، الرقبة بتاعتها تكون طويلة، يبقى عندها لونج نك عشان تقدر توصل للشجر الطويل وتاكل وتعيش، وكمان تقدر تنزل رقبتها الطويلة في الليكس والحاجات دي، في البحيرات والأنهار والكلام ده، علشان تشرب مية. يبقى الاكزامبل ده لطيف قوي ان هو يوضح لنا الايفولوشنري ادابتيشن، انه الزرافة طورت من نفسها وحاولت وبقى عندها long neck to reach the leaves on the tall trees and bend down to drink water. يبقى باختصار الـ evolutionary adaptation دي، أو simply يعني هي الـ adaptation أو التكيف، هو عبارة عن تكيف الـ organism نفسه، أو إنه يظبط نفسه على الانفايرومنت اللي حواليه علشان يقدر يحسن من فرص السرفايفل بتاعته، او ان هو يعيش وما يحصلوش اكستنكشن. يبقى الادابتيشن is the adjustment